السلام عليكم الدراري. اليوم بعد ما شفت ان الزياش ما كاينش التشكيله الاساسيه للمره العاشره على التوالي، هنا غادي نفجرها في وجه توخيل وغادي نجبد بعض القصص اللي طراو ليه مع لاعبين اللي كانوا ساخطين ولا كيلعبهم واللاعبين اللي ساكتين مريحين الاحتياط، وغادي نعطيكم ايضا ملخص المباراه وبعض اللقطات اللي كانت في هذا الماتش. كنشوف انه غير جميع اللاعبين اللي في الهجوم تقريبا في لي ماتش الاخرين ما عدا مونت. بوليسيتش ولوكاكو كانوا كيعانيو شحال هذه بحال زياش، لكن مع ذلك في اخر مباراه ولا كيلعبهم وعطاهم القيمه ديالهم والاضافه ديالهم. لكن لاعب واحد مظلوم واللي ما شافش الاساسيه عصر المباريات على التوالي هو حكيم زياش. في اخر ماتش كان طرا واحد الشنان او واحد الجدال بين الونسو وتوخيل ملي خرجوا، حيت الشوط الثاني ما لعبش كاع، طرا بيناتهم بعض الجدال ومع ذلك لعبوا لهم كاساسي. وايضا عقلتوا الخوش نهار لوكاكو كان خرج تصريحات وقال بلي باغي يرجع لانتر ميلانو وغير ساعد في تشيلسي، رغم ديك التصريحات ديالو كان كيلعبوا توخيل وقال بلي ماشي مشكل، ومع ذلك عطاه القائمه ديالو وعطاه وقت اللاعب. واللاعب اللي ساكت او ملي كيدخلوا كيبين ليه ونقدوا عليه المرات واهله في دور مجموعات، بحيث كان عطاه هدف ضد مارمو عطاه 3 نقاط، ومع ذلك كيجي شهر والصرف ما لعبش كاساسي. السيد اللي جاهز بدنيا وما عنده الاصابه لا والو، ومع ذلك ما كيرحموش جميع اللاعبين اللي ساخطين في وجهه كيلعبهم، واللاعبين اللي ما كانش عطاهم فرصه عطاهم فرصه، ما عاد لاعب سميتو حكيم زياش اللاعب الساحر واللي كيبغيوه جماهير ديال تشيلسي، رغم ذلك خلاف احتياط. هنا فين باغي توصل فينا من الحوايج الصراحه اللي ما بغيتش فهم ليا انا في تشيلسي ومع توخيل، علاش لاعب بحال زياش بالقيمه ديالو بالاداء ديالو بالعطاء ديالو كيخلف احتياط؟ واش طرات بيناتهم شي حاجه تدريبات؟ واش عارف بلي زياش بغى يمشي بحال هكا في الصيف داكشي علاش بغى يحرمو من اللعب؟ ما عرف صراحه في غادي. وواحد القضيه اخرى كريستنسن ورودغر هادو كاملين غادي يمشيو في الصيف وعارفهم بانهم بغاش يدوا العقد مع تشيلسي، وما رغم ذلك كيلعبهم كاساسيين كما شفنا. يعني كل شيء واضح للاسف، لاعب بحال زياش اللاعب اللي كان ساحر وشامبيونز ليغ كان افضل اللاعبين وكان باغا بايرن ميونخ، وايضا دابا باغا اليوفي باغا ميلان باغا نابو، وكان لاعب ديما اساسي ما كانش كيتناقش في الدكه او لا غنريح ولا ما غاديش نريح، كان كيناقش راسو باش يسجل الاهداف باش يعطي اضافه. عنده مشاكل مع المنتخب عنده مشاكل مع تشيلسي، صراحه كيمر باصعب وضعيه داز عليها في التاريخ ديالو على مستوى الملاعب، من غير الصغر ديالو اللي عارف انه شبعان مشاكل والقصه الملهمه ديالو كيفاش توصل للعالميه. اش بان لكم الخوت هذا ما كان تهلاو لي فراسكم.